وشوف ابتن يا ابو نوافه يا طنبه الناس من درجه من اول فعلهم من شاف وبياطهم طايل هرجه واليوم يكذبوا ما باخلافهم من كذبهم ما هي من حرجه ورجال الكرامه عليهم طاف وبياطهم طايل هرجه واليوم يكذبوا ما باخلافهم من كذبهم ما هي من حرجه ورجال الكرامه عليهم طاف من فوقهم رافع برجه والوقت هذا بلي انصاف وبخيلهم علقوا سرجه ولابد من غزو وراهن كاف وبخيلهم علقوا سرجه ولابد من غزو وراهن كاف يطلع إذا طالت الفرجة يا شفتهم حامن الأطراف وسنابهم ولعوا سرجة مير البلا نطة الأشراف صعب على اللي بهم عرجة من دونها يصعب الميقاف وسنابهم ولعوا سرجة مير البلا نطة الأشراف صعب على اللي بهم عرجة من دونها يصعب الميقاف وعلومهم ما بها فرجة ما عاد من غيرهم عراف شهايد الكذب في درجة.